مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي مدينة سطة البيضاء. احنا مع هذه السيدة اللي كانت بصحيحتها، عندها جوج الوليدات، الحمد لله على كل حال، وخا يعني ساكنة في كراج ومعاناة سواء مع الفقر ولا مع الحياة، حتى كتفاجئ واحد النهار انها تصابت بهذا المرض ولات كدير دياليز. وكنعرفوا ان المعاناة ديال الدياليز ماشي سهلة، خصوصا انها مرا يعني الصحه ديالها ما كتستحملش اكثر، وانها ام وعندها مسؤوليه كثيره. فاليوم صبحات كدير دياليز، كتمشي دير الحصص. الله يحسن العوان، الحصص غاليين وما عندهاش لاميتيوال، والناس هما اللي كيعاونوها مره الحمل ثقال عليها، وبغات الناس يساعدوها باش تقدر حتى هي تبقى دير الدياليز ديالها حتى تعالج ان شاء الله من مرض الكلي. وكنعرفوا ان الكلي مرض هو من الامراض الخطيره والمزمنه، واللي تقدر انها تدمر حياه الانسان، لكن ربي سبحانه وتعالى كبير، هو اللي كيقدر يشافينا ويوقف معنا. مرحبا بك اختي، اولا معنا على قناه شوف تي في. مرحبا بك لاله. واخا اختي قولي الاسم ديالك، شبي فيه انا طافي نعمه. لاله نعمه، عاودي كيفاش تمرضتي، كيفاش حسيتي براسك؟ طونسيو ضرب لك الكلام؟ عندكم طونسيو وراثي؟ انت قربي الميكرو، هذا بحال كتهضري مع اختك، ما تخافي من الكاميرا ما والو. تفضلي اختي. كنت كتعيا في 20 هو اللي ضرب لي الكلام. واه باش في الدوز بقيت كلام صافي مشى دابا مشى جوج، وانا كندير الدياليز عندي 4000 ريال كل سيمانه غير ديال الحصه، وثلاثه الساشيه ديال الدم كل شهر، عاد باش الدواء، عاد باش التحاليل. كيف كتشوفوا انا كان لي هاد المحل ما بقيناش قدينا لا على الكونس ديال الدياليز لا على الكلى لا شي حاجه، راجلي مره كيخدم مره لا، وعندي جوج وليدات صغار. ودابا كنطمنكم الله يزاديكم بالخير، بغيتكم تعاونوني الله يرحم الوالدين. كيف كتشوفوا انا كاينه من الكلى؟ يلا جيتي اليوم من الحصه؟ يلا جيتي اليوم من الحصه. عديتي نقيت كي دايره معاناتك، كتعيشي في هاد الكراج، كي دايره المعاناة ديالك؟ وبعد خدات ما كنلقاوش من ناكلو، خاصه راجلي يخدم مع دوك ليله ما يخدم مره لا، الصيف تاع الدراري لا دواء داكشي. الناس مره فين كي يعاونوني بشي حاجه قليله وما كتقدنيش. دابا كنطلبكم الله يجازيكم بخير، كتشوفوا الحاله ديالي، بغيتكم تعاونوني. وها اللي شفتي كنعيش انا هنايا، خايفه على وليداتك حيت انت اللي معاهم، وانت اللي كتخافي على وليداتك ملي كتشوفي راسك صحتك قلات. نموت ونخليهم يضيعوا من ورايا. باش كتحسي نعيمه ملي كتألمي من الداخل؟ باش كتحسي كتشوفي لحني الله رحيم تواحد العائلة تخلات عليا، حتى واحد ما كيسول ولا كيعيط ولا حتى شي حاجة. واليوم شنو كتمني؟ كنتمنى غادي يضيع نكسر. دابا حتى واحد ما كيجي يسول، حتى واحد ما كيطالب حتى شي حاجة. كنعيط في التليفون كيطلعوا عليا التليفونات. شحال التليفون ديالك باش ما يمشيش لنا الريزو؟ شحال؟ 06 06 42 اها 99 29 95 29. شكرا بابا. كملي اختي. دابا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، لما تشوفوا من الحياه ومن حياه الوليدات، كيف كتشوفوا حتى هاد الكراج غير كاريه ماشي ديالي، يعني غير كاريه. بشحال كاريه؟ 16 16000 ريال. مره كنخلصو مره لا، ومول الدار باغي المحل ديالو حتى هو، قال لك ما عرفتيش فين نمشي. قهرك الزمان. كنتي متوقعة هادشي شي نهار؟ واخا يعني قضاء الله وقدره، ما عمرك كنتي متوقعة؟ الحمد لله بصحتي وكيخير على خير. كنتي كتخدمي؟ كان راجلي كيخدم كنخدم انا، كان خاصنا حتى خير الحمد لله، ما عندناش وما خاصناش الحمد لله، ولكن دابا الغالب الله. دابا ما قاداش نشقى حتى في الدار والو، يعني ما تقدري ديري والو. تحسي براسك كأم مشات بزاف الحوايج مشاو منك؟ شنو كطلبي اليوم الخ...
واحد المصاريف كثيره، وكل ما كيتزاد المرض عندهم كل ما كيوصل الدياليز بعد مره 8000 درهم 10000 درهم. وهاد السيده ما عندهاش لاميتويال، ما عندهاش كيفاش